نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إخواني أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مستعينا بالله وحول قوته، وفي هذه ليلة المباركة، ليلة الجمعة 11 من شعبان 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 29 من مايو 2015 من ميلاد المسيح عليه السلام. وفي هذه المحاضرة 16 سنكمل حديثنا عن شرح مجموعة الجرافيك كوريل درو جرافيك سويت اكس 5، ونكمل موضوعنا مع الفصل 12. في المحاضرة السابقة، تمام، كنا تكلمنا عن الرولر، تمام، وكلمنا عن الجريد كمقدمة. ان شاء الله نكمل موضوعنا عن الجريد وباقي الموضوعات الاخرى. اول شيء عندنا، او اول موضوع كنا احنا كلمنا فيه الرولر، وقلنا ايه فائدة الرولر، تستخدم في ايه ان شاء الله، وكنا كلمنا برضو يعني عن الجريد كمقدمة لها، وقلنا ان شاء الله موضوع محاضرتنا نحن نكمل موضوع الجريد. طيب نفتح ملف كده، تمام، او اي ملف فاضي، whatever، open او file، open recent مثلا، الملف ده شعار بن لادن، زوم ان. طبعا احنا شايفين مربعات كتير. ايه المربعات ديت؟ المربعات دي عباره عن الجريد. الجريد ظاهره، هو الديفولت الافتراضي عندنا ان الجريد مخفيه. طيب هي ظاهره عايز اخفيها، بعمل ايه؟ نضغط يمين، تمام، اختار جريد سيت اب، تمام، واقول له طبعا اظهر او اخفي الايه؟ الجريد، شو جريد، اوكي، تمام. طريقة تانية، اضغط يمين هنا واختار فيو واختار جريد. احنا قلنا الامر في الكوريل او معظم برامج الكمبيوتر له اكتر من طريقة. الكوريل درو الطرق اكتر. طيب يعني ايا كانت الطريقة اللي احنا عايزين ننفذ بها الامر، سواء كان اضغط هنا يمين، تمام، اضغط معذرة على المسطرة يمين، او اضغط هنا يمين واختار فيو، او اضغط على اللي هو ايه اوبشنز او كنترول جي او تولز واختار اوبشن. طيب احنا كلمنا عن فايده الرولر، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فايده الجريد. قلنا ازاي بنظهرها ونخفيها، قلنا ازاي اعمل اعداد للجريد. الجريد بضغط يمين هنا واختار جريد سيت اب. ايه الموجود في الاعدادات؟ الجريد اول حاجه في عندنا شبكه افقيه وشبكه راسيه، تمام، وايه وحده القياس اللي احنا شغالين بيها؟ احنا المره دي هي ضبطنا، قمنا بضبط وحده القياس على السنتيمتر. طيب واحد تاني بيحب الانش، طيب واحد رابع بيحب، حسب وحده القياس اللي احنا بنفضلها، فالبرنامج بيضبط نفسه على الوحده اللي انا اخترتها. طيب هنا بيقول لي كاستم جريد، اللي هي ايه؟ شبكه مخصصه. عندي شبكه هوريزونتال، شبكه افقيه، فيرتيكال، شبكه راسيه. ايه كم خط، تمام، عندي هنا 4 جريد لاين بير سنتيمتر، يعني كل سنتيمتر فيه 4 خطوط افقيه واربع خطوط راسيه. طبعا هي بيقول له شو جريد، تمام. اما اقول له شو جريد، في اختيارين من شو جريد. الاختيار الاولاني بيقول لي شو جريد از لاين، يعني اظهر خطوط الشبكه كخطوط او اظهرها كنقاط. طب نجرب الاوبشن الاولاني، نقول له اوكي، تمام، خطوط الشبكه، زوم زوم زوم، ادي خطوط خطوط الشبكه بتاعتي، زوم ان وزوم اوت. طيب نضغط يمين تاني، نختار جريد ستوب، نختار شو جريد از دوت. ايه اللي ظهر؟ الشبكه ظهرت اكنها دوت. دوت يعني نقاط.
بدل خطوط تبقى نقاط. دي برضو الموضوع ده يرجع للديزاينر المصمم، هو بيحب خطوط الشبكة، ها عايزها خطوط ولا عايزها نقاط؟ تمام. هنا يقول لي طب ممكن كده يحصل في لابس بين الجريد والرولر والجايد لاين. تمام، الجايد لاينز اقول له لا شيل الجايد لاين خلاص، خط الارشاد في عندي هنا الايه جريد بس اللي هي الايه الشبكه، شو جريد او جريد سيت اب، اختار خطوط كما كانت. تمام. طيب الموضوع التالي، تمام، اللي هو موضوع السناب. ايه السناب؟ سناب يعني الاوبجكت، العناصر، الرسومات اللي عندي اللي عايزه تلتصق بالجريد. لو ضغطنا كده في سناب، هنا عندي كام اوبشن؟ هنا سنابت اوبجكت يعني العناصر هتلتصق ببعضيها. طيب انا عايز اشوف الموضوع ده. طيب خلي بالنا على فكره، ده حجم البيج، ده البيج بتاعتي، البيج كام؟ الدايمنشن ابعاد الصفحه بتاعتي كام يا جماعه؟ 15 ويتس في هايت كام؟ 7 سنتي. انا اللي ظبطت على كده. طيب انا عايز اخليها اي 4، مش مشكله خليها اي 4. ده حجم الايه الصفحه بتاعتنا بقت ايه اي 4، انا غيرت الايه الخصائص بتاع الصفحه بتاعتي. طيب شيرل جريد دلوقتي، اي حاجه بتظهر هنا تمام هيظهر في الطباعه، اي حاجه يظهر بره هنا ده المنطقه دي سميناها ديسك توب. منطقه الديسك توب ديت تمام، اي شيء يتحط هنا هيظهر في كل البيجز. تمام، لو انا عملت كده مثلا، خدت اللوجو دوت وحطيته بره كده، لو طبعا اللوجو ده مش كامل، ضغطت هنا الشعار عامل ايه؟ ظاهر. تمام، ظاهر عادي هنا بره. تمام، هنا طبعا انا مغير اللون. طيب لو رسمنا اللبس او اوفال جوه هنا، رحت البيج 2، مش ظاهره. تمام، اذا اي رسم جوه حدود الصفحه هيظهر في الطباعه، واي رسم خارج المنطقه دي خارج حدود الصفحه بنسميه الديسك توب، بيظهر على طول دوما معي. طيب تمام، نقول كنترول زد، كنترول زد، اندو، التراجع. طيب يا جماعه عايزين السناب، نكنسل كل السناب، سناب سناب، اذر جريد، فيو جريد. طيب نزوم، زوم ان. انا عايز ارسم ريكتانجل، ادي ريكتانجل اهو، في مشكله؟ لا مفيش مشكله، بيرسم عادي. طب عايز ارسم ريكتانجل كمان جنبيه، ماشي نرسم ريكتانجل تاني، في مشكله؟ لا مفيش مشكله. طيب تعال نفعل موضوع السناب. اول حاجه سناب تو جريد، التصاق بالشبكه. ايه الالتصاق؟ مغناطيس. شفتم ايه اللي حصل؟ ها ظهر كده حاجة، كلمة بالأزرق مكتوب عليها جريد، قبلها علامة الهاش، كنسل، مفيش. طيب نرسم ريكتانجل، ها ملاحظين ايه؟ ملاحظين في تقطيع كده في الرسم، يعني بطلع فوق على طول بيلتصق بالمربع بتاع الجريد. الرسمة بتاعتي الاوبجكت اللي انا هرسمه سواء كان اي شكل، اي شكل ايا كان، مجرد ان انا برسم بمشي بتحرك يمين او يسار او اعلى او اسفل، او لوحده يكون ايه في تقطع كده في الحركه، ده اسمه السناب، الالتصاق، الاوبجكت، الرسمه اللي انا برسمها بتلتصق بالشبكه. طيب ما ينفعش تلتصق بالعنصر؟ لا ما ينفعش، ما التصق هي، لا مش بتلتصق بالعنصر كده، بتلتصق بالشبكه. طيب لو انا ضغطت على السناب وكنسلت امر سناب تو جريد، قلت له سناب تو اوبجكت، ارسم كده، ها الكلمه اللي بالازرق ظهرت فين؟ لما انا قربت من الاوبجكت التاني. اما لو واقف على الشبكه مفيش، ما ظهرش. موضوع كان مكتوب قبل كده كلمه جريد، لا دلوقتي مكتوب ايه؟ ايدج، الحافه. تمام، هنا باي بوينت وهنا في ايدج. طيب لو رسمنا كده تمام، هنا حصل التصاق عنصر ملتصق بعنصر اخر، ده اسمه ايه بقى؟ سناب تو اوبجكت. طيب الموضوع الثالث سناب تو جايد لاين، هو في عندنا جايد لاين، خطوط، خطوط ارشاد. هيا قلنا بنرسمها ازاي، كلمة عنها محاضرة سابقة، بسحب كده وارسم. ايه ده مش بيرسم ليه؟ عشان انت قايل له ما تظهرهاش. طيب يمين
واقول له فيو جايد لاين، عندي كام جايد لاين؟ دي خطوط كانت مرسومه قبل كده. لو رحنا للريكتانجل تمام، سناب لمين؟ للجايد لاين. طب للاوبجكت والاوبجكت، طب الجريد مفيش. طب عايز يبقى يلتصق بالثلاث اشياء دول، يبقى لازم نحدد او اختار الثلاث اختيارات. التصق بالشبكه خطوط المربعات دي، التصق بخطوط الارشاد خطوط اللي بعمل عمليه ارينجمنت ترتيب العناصر عليها، والتصق العنصر يلتصق بالعنصر الاخر. ها اذا بقف على اي جزء من الشبكه بيقول لي هنا يحصل في عمليه التصاق سناب، او اقف على الاوبجكت، او اقف على الجايد لاين، كل ده في ايه عمليه الايه التصاق ايا كان. طيب جريد لاين، جايد لاين، تمام، ملاحظين موضوع الايه السناب او الايه الالتصاق. طيب تمام، نعمل زوم اوت. زوم اوت ده ايه؟ ده البيج، تمام كده. تمام، البيج ديت انا عايز اي اوبجكت ارسمه يحدث عمليه الايه التصاق بالبيج. ها بصوا كده، خلي بالنا انا واقف على حدود البيج، زوم 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 زوم، ها ادي حد البيج اهو. طيب نلغي نلغي الجريد عشان تبقى ظاهره معايا، شيل الجريد. تمام، بيلتصق بالبيج؟ لا مش ملتصق بالبيج. طيب نشيل الموضوع دوت، نقول له سناب تو بيج، نلغي اول ثلاث اختيارات ونقول له سناب تو بيج، نرسم كده سناب تو بيج. مش تمام. طيب نرسم معاه مثلا الاوبجكت. تمام، ايوه هنا بيعتبر الايه، هنا ظهر قبل كده لما ما كنتش محدد الاوبجكت ما كانش ايه نشط معايا، يبقى هنا اتصق مع الاوبجكت واتصق مع الايه مع البيج. هنا النود العقده بتاعت الايه البيج بتاعتي هيعمل محاذاه او التصاق للصفحه، صفحه التصميم. اخر اوبشن عندنا في السناب اسمه دايناميك جايد، الاتصاق بخطوط الارشاد التفاعليه او الايه الحركيه. لو اخترنا الاوبشن دوت نكنسل ده ونكنسل ده ونختار اخر اختيار. لاحظتم ايه ده بقى؟ ده ما كانش ظاهر قبل كده. هنا بيديني الزاويه، زاويه الالتصاق والمسافه اللي بين الاوبجكت ده والاوبجكت اللي هرسم جنبيه. ملاحظين يا جماعه كده مكتوب كده، لاحظ الخط ده، ايوه خط مايل، بيقول لي هنا الزاويه كام؟ ها 90، 90 درجه. بعديها المسافه اللي بين الاوبجكت اللي انا هرسمه والاوبجكت اللي هلتصق بيه كام؟ بوينت 079 اي ان، يعني انش. هيلتصق بايه؟ هيلتصق بالحافه بتاعه العنصر. لا هنا بيقول لي ميد بوينت، يعني منتصف الايه، منتصف العنصر. هنا الايدج، هنا النود العقده او الالتقاء. بضغط هنا تمام كده، هنا زاويه كام؟ 135. ارسم، ايوه عرفنا الفرق بين الاختيارات ديت. عندي 2 4 5، عندي 5 اختيارات ان انا بضبط عملية الرسم. الرسم بقى عندي سهل جدا. تمام تمام، معذرة يا جماعة، انا قلت اثناء كلامي ان احنا اتكلمنا عن الجايد لاين. معذرة، لا احنا مش ما كلمناش عنه، هنقوله دلوقتي ان شاء الله. الجايد لاين عبارة عن خطوط ارشادية، اللي هي الخطوط دي بنسميها جايد لاين. تمام، خلاص موضوع السناب خلاص، نكنسل الدايناميك ده لان ممكن يعني يعمل عمليه مشكله معانا. خلينا سناب تو جريد، سناب تو جايد، جايد لاين، سناب تو اوبجكت، كفايه الايه ثلاث خيارات دول. طيب هو فين يا جماعه الجايد لاين؟ هو ده جايد لاين. طيب هو انا ازاي بنشئ الجايد لاين؟ اول شيء لابد ان تكون المسطره ظاهره.
يعني المسطرة لو مخفية يمين كده وفيو شير رولر كده، اقدر اعمل جايد لاين؟ مفيش، ما بيعملش معايا. طب ازاي؟ ما احنا قلنا لازم تكون المسطرة ظاهرة. طيب اظهر المسطرة يمين فيو رولر. من المسطرة بنش ايه؟ بنش الجايد لاين، خطوط ارشادية. ايه فايدتها يا جماعة؟ بعمل عليها محاذاة للاوبجكت او الرسومات او العناصر اللي انا هضعها في التصميم بتاعي. عندي مثلا دوائر صغيرة او مربعات صغيرة او اي اوبجكت عايز احطه في التصميم بتاعي، تمام؟ إيه او عايز اعمل له عملية محاذاة، عملية ترتيب، تمام؟ عملية ضبط العناصر جنب بعضيها او في دايرة او بخط ميل، بعمل ايه؟ لازم نحط ايه؟ جايد لاين. والجايد لاين قلنا ان هو بيفيدني ان انا ايه؟ اظبط العناصر خارج منطقة الايه؟ داخل او خارج منطقة الطباعة، اللي كلمنا عليه قبل كده، موضوع البليد اريا ومنطقة التسهيل، اللي المنطقة التي لا يظهر فيها العناصر اثناء عملية الطباعة، اللي هي الحواف بتاعة الصفحة، ومنطقة الايه؟ البرنتبل اريا، المنطقة الايه؟ اللي في وسط ايه؟ صفحة التصميم. طيب سؤال، هو الجايد لاين دوت ينفع الفه؟ انا ملاحظ كده ان هو بيعمل ايه؟ يا جايد لاين رأسي، رأسي اهوت مسطرة على اليسار، يا جايد لاين افقي المسطرة التي في الاعلى. ما ينفعش اعمل جايد لاين كده، او واحد يقول لي اه اسحب من هنا كده، لا. طب ازاي؟ بعمل خط افقي او خط رأسي وانتظر قليلا واروح ضاغط كمان ضغط على نفس الخط. ايه اللي ظهر يا جماعة؟ ظهر فوق علامة الروتيت، فوق اعلى واسفل وفي الوسط. علامة الروتيت بلف الايه يا جماعة؟ الجايد لاين. ايوه انا عايز اعمل عناصر محاذاة كده نازلة بمين، مثلا هرسم سلم، هرسم مثلا كلمات ايه نازلة كده ورا بعضيها، تمام؟ فالموضوع مش ايه؟ مش افقي ورأسي بس. طيب ايه فائدة الفلوسة ديت؟ انا ملاحظ كده ان انا بلف فين محور الدوران بتاعي؟ الدايرة. طب المحور الدوران ده لو انا نقلته كده هنا، ها شوف محور الدوران فين، تمام كده يا جماعة؟ تمام. اي خط عندي بضغط كده وكمان ضغطة، تمام، بضغط جايد لاين ثم انتظر قليلا ثم ضغطة اخرى بيظهر، ما ظهرش لي هنا كده مثلا، كمان ضغط، ايوه تمام ظهر معايا اهوت، بلفه وقلنا ده محور الايه؟ الدوران اللي بيلف حول الايه؟ الجايد لاين بتاعي، تمام. طيب انا عايز اعمل اعداد خصائص الجايد لاين، بضغط يمين هنا واقول له جايد لاين سيت اب. هنا بيقول لي عندك يا عم الجايد لاين، جايد لاين، في جايد لاين هنا، شو اظهره او اخفيه، سناب تو جايد لاين، الاوبجكتات تعمل التصاق بالجايد لاين. هنا دي خصائص عامة، لونه ايه؟ طبعا ممكن اغير لونه زي ما انا عاوز، تمام. وهنا اللون الافتراضي بتاع الايه؟ الجايد لاين. هنا بيقول لي في جايد لاين افقي، انت عملت كام جايد لاين افقي؟ عملته بايه؟ بالمليمتر؟ لا انا عايزه بالسنتي. طيب هنا الفيرتيكال عملت كام جايد لاين فيرتيكال؟ الجديد، انا كنت عامل حاجات قديمة في الملف ده جديد لسه عامله النهارده، فبيظهر لي الايه؟ اللي انا لسه عامله النهارده. طيب عايزين نلغي الجايد لاين الهوريزونتال، انا بيقول لي شو جايد لاين، سناب تو جايد لاين. لو ضغطت ديليت بيمسح خط خط، ها ملاحظين ورا ايه اللي بيحصل؟ ملاحظين ديليت، ها ديليت ديليت ديليت، مسح كل الجديد اللي انا عملته. طب الفيرتيكال ديليت ديليت ثم اوكي، مسح الجايد لاين الجديد اللي انا ايه قمت بايه بانشاءه. طيب تمام، انا عايز اما اعمل جايد لاين اعمل له لوك اقفله، سهله، اما او انا محدده كده، ده جايد لاين لونه احمر او برتقالي، هو ده السيلكتد المحدد، بضغط كده خلاص اتقفل. طيب ما ينفعش احركه؟ لا خلاص اتقفل. ليه؟ طيب انا عايز ارجعه تاني، بضغط يمين عليه اقول له ايه؟ ان لوك، ان لوك خلاص ايه؟ شيل القفل، ايوه كده اقدر ايه احركه يمين او شمال، او اضغط كمان ضغطه كده واعمل له عمليه ايه؟ روتيت او لف، واقفله تاني، خلاص ممنوع ان هو ايه يتحرك. طيب ليه؟ ايه سبب ان انا بقفله؟ عشان الناس معايا اوبجكتات خطا، يعني عن طريق الخطا وانا بضغط كده، تمام، عايز احرك ده الجاد لاين ده، فاروح ضغط هنا وايه
وحركته فيحصل ايه مشكلة. ماشي يا جماعة، ده موضوع الجايد لاين. احنا في السناب اتكلمنا عن الديناميك جايد لاين، تمام، يلتصق بالديناميك جايد لاين. هي فين الديناميك؟ بضغط يمين هنا، تمام، مش ظاهرة معايا، بفتح من اوبشنز، تمام، وعندي ورك سبيس واختار اوبشن اللي هو دايناميك جايد لاين، الاوبشن ده، تمام. في ايه؟ في بيقول لي عندي هنا الدايناميك، ممكن اضيف دايناميك او احذف دايناميك، تمام. بيقول لي في الدايناميك شغله، فعله يعني، لا ما تفعلوش. طيب فعل هنا الزاوية، عندي هنا المسافة، احسب لي الزاوية قد ايه والمسافة قد ايه، وعندي هنا تيك سبيسنج، ان التيك اللي هي الايه اللي هي المربع ده، المعذرة الشرطة او الشرطة دي نسميها ايه، تيك. طيب تمام، هنا ايه الزوايا اللي هو بيحسب لي عليها؟ زاوية 0 و 45 و90، لا انا عايز هير 30، كل زوايا. ملاحظين ايه اللي بيحصل هنا؟ جايد بريفيو معينة، كل الزوايا تظهر معايا، تمام، اوكي. كده انا فعلت الديناميك جايد لاين. نرسم مثلا اوبجكت، تمام، اد اوبجكت اهوت. ايه ده بقى؟ الديناميك ظهر معايا اهو. احنا في يعني حركة جميلة كده ممكن نعملها اثناء الرسم، بضغط يمين ليه احرك الاوبجكت. خلي بالكم يا جماعة، انا ضغطت يسار عشان ارسم، تمام، انا رسمت. طب عايز انقله اثناء الرسم ليه؟ بدل ما ارسم واروح لاداة الموف او السيلكت واحركه انقله، لا، بعمل خطوتين في خطوة واحدة. ازاي؟ بنقول بروح للريكتانجل او اي اداة برسمها او الليبس، بضغط واثناء الضغط يسار بضغط يمين واسحب الماوس معايا. ايوه، هنا بيقول لي هيعمل ايه؟ التصاق بالدايناميك. هنا بيقول لي الزاوية وبيقول لي المسافة قد ايه، واروح سايب ايدي اليسار واليمين، تمام كده برسم، تمام، مع ضغط يمين واروح سايب ايدي هنا، عامل ايه؟ عملية محاسبة الايه للاوبجكت ايه بتاعي، تمام. ده موضوع الايه الدايناميك. طبعا الدايناميك ده له يعني تطبيقات غاية في الروعة والجمال. يعني عايز اضبط مجموعة مربعات، مجموعة دوائر، مجموعة أشكال، مجموعة رسومات، أضبطهم بشكل معين داخل مثلا شكل آخر أو على مسار، عن طريق الجايد لاين بيساعدني جامد جدا في تنفيذ الموضوع ده. كده إحنا اتكلمنا عن الرولر والجريد والجايد لاين والديناميك جايد لاين. إن شاء الله المحاضرة القادمة هنتكلم عن الجايد لاير اللي هي الطبقات وطبقات الإرشادية، ونتكلم إن شاء الله عن أدوات الإيه؟ الأبعاد. هذا والله أعلى وأعلم، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.